سمروان، هضرنا شوي على المشروع ديالكم اللي في اطار المبادره الوطنيه التنميه البشريه. في اطار المبادره الوطنيه التنميه البشريه كما كتشوفوا في الدوره 17 شاركت بهذا ستوند بكوني مصمم ازياء، كنحاول انني ندخل اللمسه العصريه على الملابس المغربيه، وميم طون كنحاول نقدم يد الشغل بزاف ديال العائلات اللي جالسين في الدار كيف ما كتشوفوا هنايا. تشوفوا في التور جليلبه الدياولي منبتين بالعقاد، هذا الشيء كنقدموا للعيالات. الطرز حتى هو كيتخدم عند العيالات، الرانداس فيفا بزاف د الحوايج ما كنخدمهمش غير بوحدي. وكما كتعرفوا الشباب دابا عاطيني عند الشغل، كنقدم لهم حتى هما يد المساعده بانه فاش كتكون عندي شي كوموند كنحاول نقدمها لهم هما اللي فغيوهم ليا. وكما كنقولوا التعاون. واش الحوايج اللي قدمت لك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في البرنوط؟ قدمت لي مساعده كبيره، لا المساعده الماديه لا المساعده كيف ما كتشوفوا هنا، قدمت لي فرصه انني نتعرف على بزاف ديال الناس في المجال ديالي، ممكن انه يساعدوني بدعم مادي ولا بالماتيريال بلي ماشين ولا بالتوابات، وحتى لوكال. مبادرة وطنية للتنمية البشرية وعدوني أنهم يقدموا لي لوكال اللي ممكن نخدم فيه، وحتى التمويل بالنسبة لي ماشين. احنا كنتكلفوا بلا كونسيبسيون دو ا ا زد، لا كونسيبسيون حتى لا رياليزاسيون ديال لي برودوي، يعني هاد لي برودوي اللي هنا كلهم من لا رياليزاسيون ديالنا. مبادرة هي اللي عطاتنا احنا كانت عندنا الفكرة قبل، ولكن مبادرة هي اللي عطاتنا الفرصة أننا نحطوا الفكرة ديالنا على أرض الواقع. وفين كان التدخل تاع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ المبادرة دارت لنا التكوين وعطتنا الدعم اللي قدرنا به نحقوا هذا البروجي ديالنا، وبطبيعة الحال المواكبة ديال لجميع الأمور اللي كنحتاجوا باش ننجحوا البروجي ديالنا. شحال نتوما موحد في هذا المشروع؟ حنايا اللي مسؤولين على المشروع جوج، ولكن غادي يكونوا معنا في ليكيب ديالنا 4 بيرسون. وضمنتوا التسويق تاع المشروع ديالكم ولا باقي يلا في اطار الدراسه؟ كنديروا عندنا اون باج انستغرام اللي كنديروا فيها كنعرضوا فيها لي برودوي ديالنا، وكنحاولوا الى كان زعما شي دي كولابوراسيون مع 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 شي ناس اللي غادي يقدروا يعاونونا، وصافي هذا الشيء اللي كنديروا. الكوبيراتيف هي مجموعه بعد حنا تاع النساء اللي كوننا اللي اسسنا هذا الكوبيراتيف اللي كتعتني بالمراه، كنديروا التكوين بالنسبه للمراه، وفي نفس الوقت كنخدموا حنايا واحد مجموعه تاع النساء اللي كنخدموا كنشدوا الخدمه وكنخدموها وكنبيعوها. حاليا حنايا شادين مركز تاع التاهيل وادماج الاقتصادي، كنشطوا فيه هو تما فين كنشتغلوا، المتواجد في حي الصناعي تاع البرنوسي، منطقه صناعيه البرنوسي. وقدرتوا تسوقوا هذا المنتوج ديالكم اللي تديروا؟ نوعا ما عندنا السيد اللي مكلف بالتسويق حاليا اللي كيسوق لنا المنتجات اللي كنخدموا. وشحال تما تقريبا في التعاون؟ شحال من سنه ولا شحال من سنه وشحال الاعضاء ديال احنا تنشات التعاونيه في سنه 2020، يعني كانت البدايه شويه معكله مع كوفيد، حنا يلاه كنحاولوا اننا نسيروا الوضع. احنا التعاونيه كاينين فيها 5 الاعضاء اللي في المكتب والخمسه المتعاونين اللي كاينين.